بعد حلقة تلوث المياه وصناعة المرتديلا، شو هو الجديد لهالأسبوع؟ 1544 حصل على وثيقة بتفضح انه انتخاب ملكة جمال لبنان بيتم بخلفية طائفية بتراعي 6 و6 مكرر. دعينا تنشوف امر مهم، ولما وصلت الكاميرا حصل اللي ما كان متوقع. ولا مرة هالمنبر كان مخصص او محدد لفئة معينة من الناس، جربونا ورح تعرفوا انه نحن صادقين. كل هالمواضيع وغيرها بيطرحها توني خليفة هالتنين 9:30 المساء على الام تي في.